المساء ضيف هذه الحلقة المرشح عن المقعد الأرثوذكسي عن دائرة الجنوب الثالثة المهندس فادي أبو جمرة. الانتخابات في كل مكان، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، لا يختلف المشهد بين منطقة وأخرى، ولعل حدة التنافس وكثرة المرشحين والرغبة في التغيير تشكل نقطة التقاء. اليوم نضيء على الدائرة الثالثة في الجنوب، وتعتبر أكبر الدوائر الانتخابية وفق القانون الانتخابي الجديد بعد توسيعها عن العام 2009 بضم النبطية وبنت جبيل إلى مرجعيون وحصبية، ويبلغ عدد الناخبين 451 ألف ناخبا، 11 مقعدا، 8 للشيعة، 3 مقاعد شيعية لدائرة بنت جبيل، و3 لدائرة النبطية، ومقعدان شيعيان لدائرة مرجعيون وحصبية، ومقعد سني، وآخر درزي، وآخر أرثوذكسي. يتنافس عليها 58 مرشحا، 35 مرشحا شيعيا، 7 من الطائفة السنية، 7 دروز، و9 أرثوذكس. في المنطقة تنوع طائفي مسيحي إسلامي، مع ثقل شيعي يمثل 79%، السنة 7%، والدروز 4%، و10% من المسيحيين، 5% موارنة، 2% روم أرثوذكس، و2% روم كاثوليك، و1% طوائف مسيحية أخرى. هذه هي الأرضية الانتخابية، فكيف ستكون الخريطة الانتخابية للترشيحات واللوائح؟ ما هي تطلعات المرشحين وبرامجهم الانتخابية؟ وهل من إمكانية لتغيير في التمثيل وخرق لائحة الثنائي الشيعي؟ نستضيف في حلقة مانشيت هذه الليلة المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة الجنوب الثالثة المهندس فادي أبو جمرة. نرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس فادي أبو جمرة، كما نرحب بكل المستمعين عبر أثير صوت لبنان وعبر صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5، وطبيعي اليوم رح نقلن 100.3 طالما الهوى اليوم جنوبي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور. أول ببداية الحلقة طبيعي بدك تعرف الناخب الجنوبي عنك، كيف تقدم المرشح فادي أبو جمرة نفسك إلى المرشح إلى الناخب الجنوبي؟ الناخب، أول شيء مساء الخير وبحيي مستمعيك. فادي أبو جمرة شاب ناشط سياسي مستقل خارج إطار أي حزب أو أي شكل سياسي تقليدي، بيؤمن بالتغيير، بيؤمن أنه لبنان صورته لازم تكون أحلى من الصورة اللي عم بيعكسها حاليا، وبيؤمن أنه كل شاب لازم يتعاطى السياسة تحت اللي يقدر يعكس صورته لبلده. بس فيك تقلنا كمان بالمنطقة الجغرافية، حضرتك من وين؟ من مواليد؟ طبعا أنا من مواليد 71، من ضيعة الكفير بقضاء حصبية اللي هي اليوم جنوب 3، دائرة رقم 11 انتخابية بتضم مثل ما أنت بالتجبيل النبطية حصبية ومرجعيون. طيب اليوم الانتخابات النيابية كانت بالفترة الماضية شبه غائبة عن منطقة الجنوب، اليوم شو اللي بيميز معركة الانتخابية 2018 عن معركة 2009؟ أوكي، أول شيء الفرق بين 2009 و 2018 فرق جوهري أساسا، ببلش بالكونتكست تبعه. يعني بال2009 كان عنا المجتمع مقسوم عموديا، كان عنا 14 أذار و8 أذار، وكان في حرب كتير قوية، بين حرب انتخابية تنقول كتير قوية بين الهويتين اللي كانت عم تتصارع. اليوم بين 2009 وال2018 تطورت شوي صغيرة النضج السياسي بالبلد، لحتى اللي صار عنا تقسيمة أفقية بين المستفيد والمستفاد منه بلشت تتبين، وبينت أكثر شيء بالحراك المدني بما يتعلق ببيروت مدينتي ونقابتي ومن إلى ومن إلى. زيادة القانون الانتخابي فرق كتير، قبل كان قانون أكتر، كان عنده اللي عنده 51% من الأصوات تحديدا بديرة في 11 نائب كان بيطلع له 11 نائب، اليوم إذا عنده 51% من الأصوات صار بيطلع له 51 أو حسب الكسور عدد نواب، فهذا بديل جذري بالقانون الانتخابي بتطلعات الناخب، أنه كأقلية ممكن تعملي فرق فوق.
النقطة الثالثة اللي هي كتير ضرورية، أنه اليوم صار يتقدم بديل للمواطن اللبناني عن هالطبقة السياسية الموجودة، وهيدا هدفنا. فبس يكون عندك الشكل تغير والقانون تغير والبديل موجود، صار هون المواطن في على القليلة عنده خيار يقدر يعمله بين أنه يرجع يكرر 8 أو 9 سنين اللي قطعوا 4 سنين لقدام أو لا. طب اليوم شو اللي خليك تتشجع وتقدم ترشيحك؟ يعني لأنك أول شيء يمكن من بيت بيعرف السياسة، بشو اللي بيخليك تختلف عن السياسيين والأحزاب التقليدية؟ اليوم شو بيميزك عن غيرك؟ أوكي، سؤالين هذا بسؤال واحد، خليني نبلش بالميل الأولي. شو اللي شجعني؟ وقت اللي منبلش بنشوف المأساة اللي عم بتصير الاجتماعية حوالينا، ومنكون عم نتطلع على نتائج قرارات خطأ. وطبعا بس فيك تساعدي اجتماعيا، يعني اللي بحاجة شوية تيدرس ولاده وتساعديه، واللي بحاجة لشوية تيب تعطي مصاري أو تعطي تيب، وكل هالفاونديشنز اللي موجودين تساعدوا المواطن اللبناني. والله يكتر بخيرها، لأنه الوضع شوي تعبين، يعني كلنا مثل ما بنعرف بتكوني عم تعالجي نتائج قرارات صعبة. ففي جزء من المواطنين من الشباب والصبايا قرروا أنه يشتغلوا على السبب اللي هو التحرك السياسي، فلابد من أنه يكون عندنا جيل جديد عم يرجع بيطلع بيقول في قرارات غلط اتخذت أو في قرارات عوجة اتخذت عم بتأدي لهالحالة اللي نحن عايشينها اليوم. ومن ضمن هيدا الإطار كان الحافز أو إذا بديك الموتيفاسيون أنه انزل اتحرك واشتغل سياسي. ولكن الترشيح هو جزء نهائي وآني هلأ، كان صار لي فترة، يعني أنا بقدر أعتبر نشاط السياسي للبلد بلش من 88 ضمن إطار خط سياسي معين، ومن ثم بالتحرك اللي صار بالبلد كمواطن إلى الترشيح هلأ. بس جزء التاني خلينا نشوف الجزء الثاني، بدنا نعرف انه شو اللي بيخليك تتميز عن غيرك من الطبقه السياسيه، من السياسيه، من الاحزاب التقليديه اللي نحن بنعرفها. لكن اول شيء في شيء بالانجليزي بيقولوا بنفيس دو دوت، بنفيت اوف ذا داوت. بالاخر ما بشوف حدا بالطبقه السياسيه عم بيطلع بيعلن ببرنامجه انه هو مع الفساد اما هو ضد المراه، كلهم بيحكوا كلام حلو. ولكن هالجيل الجديد اللي طالع، اللي انا بعتبر حالي جزء منه، اليوم فقد الثقه بكيفية حديثهم. يعني صرنا عم نعيد نفس الكلام بس ما عم نقدر نطبق في شيء. من هون عنده خيار المواطن اللبناني، وإن شاء الله نقدر نعطيه هذا الخيار، أنه تقدر تقول يا أخي هاو جربتهم 9 سنين، خليني أجرب حدا جديد 4 سنين. نحن السياسيين الجدد عكس السياسيين التقليديين ما عنا زعيم، ما عنا زعيم من الحق، وولائنا بالآخر فقط للمواطن. فهيدي فرق جوهري بين اللي بتشوفيه عادة وبين اللي عم تشوفيه اليوم عم بينشأ بلبنان. كيف بده ينعكس هالتوجه هيدا على العنوان تبع المعركة الانتخابية اليوم بجنوب؟ كيف بتشوف اليوم، يعني شو بتحط عنوان؟ لأنه أنت عندك هيدا التوجه لتكون صوتك صوت الناس. توجهك اليوم شو بتحدد عنوان للمعركة بجنوب؟ لكي ما بيفرق. أنا برأيي صراحة كنت مفتكر أساساً أنه في فرق بالعنوان اللي عم نخوضه كمجتمع مدني كمواطنين عم تتحرك بين الجنوب وبقوي لبنان، بس لاحظنا بالآخر آخر سنة عم تتحرك فيها تحت ما بتفرق. الجوع هو ذاته أكان بعكار أو بجنوب، الهجرة هي ذاتها، الأم اللي عم تفقد ابنها لأنه عم بيهاجر هو ذاته، الاقتصاد المهري هو ذاته، التصريف الزراعة هو ذاته. فالعنوان صراحة بالإطار اللي عم نشتغل عليه بالسياسات المهملة بالدولة هو ذاتها، ما في مثله مثل لبنان مثل البقوي. والعنوان هو كل سياسة مهملة من السياسيين التقليديين اللي بتدور حول فلك المواطن، يعني كل ما تبقى خارج اللي اليوم صرنا نسميه سياسي، وهذا كمان معلش فينا نتركه على جنب. اليوم استاذ فادي ابو جمرة، انت اليوم عم تحكي من منطلق حالة اعتراضية على الواقع يلي موجود في منطقة الجنوب، او تشكل اذا بدنا نقول وجه معارضة في منطقة الجنوب. ايه اكيد، بس خلينا نحكي شوي صغيرة عن المعارضة. شو الديفينيشن تبع المعارضة تحت برأيك؟ يعني اليوم انت عم تعمل ليستا او اداء ضد لائحة معروفة اليوم في سيطرة للثنائي الشيعي في منطقة الجنوب. اوكي، اول شيء عندي تحفظ دايما مع كل الصحفيين اللي بيجوا بيقولوا لي الثنائي الشيعي، هني ثنائي امل حزب الله، لانه مقابلهم لحديت هلا في 4 لوايح بركي او 5 او 3، يعني بس رفلي هالقد فيها كل وحده عدد لا يستهان به من المرشحين الشيعيين اللي ما بيلتقوا بالثنائي الشيعي اللي موجود تحت. فبتمنى انه يكون يسموا الثنائي امل حزب الله،
ولانه لا ينعطوا صفه مثل ما هن عم يتحرك. بسيط 1200 اشخاص واعلنت بالحبتور. كمان انه الحبتور مش مرمى حجر عن عيترون، بس انه اعلنت بالحبتور. في ليحة عم ينحكى عنها هلا، هي شبعنا حكي اذا ماني غلطان، من النبطية. من النبطية كمان اعلنت من النبطية غير مكتمل، اللائحة غير مكتمل أشخاص. طبعا إذا بتلاقي الثلاثة اللي موجودين هون والثمانية اللي عند بيصيروا ممكن يجمعوا بعضهم بيصيروا 11، هذا الشيء كمان بترجع لهم هني. عنا جهد ومحاولات، لأنه كله بيصب بإطار اللي كنا عم نحكي عليه أنه توحيد المعارضة، عم بيصير بين الحزب الشيوعي وليحة مؤلفة من التيار المستقبل، من تيار الوطني الحر، ومن مستقلين مقربين لهم. طيب هدول مبدئيا لحديث هلا صار عنا ثلاث لوائح معارضه مقارنه للائحه الموجوده، وفي لائحه عم نحضرها لمستقلين خارج اطار هاللعبه. اللي بدي الفت النظر عليه هو التالي، واللي كنا عم نحكي ويمكن سؤالك جه هلا، ليه ما بنتوحد لتعمل لائحه وحده تكون تقدر تواجه؟ لانه عم يعني عم ينحكى هالشيء، في انطباع انه اذا كانت اللوائح مشتته ما رح تجي أصوات المعارضة، يعني ما رح تقدر تعمل وتكون عندها قوة تقدر تخرج. نعم أكيد. رح أرجع عيد السؤال، هل المعارضة هي ضد الثنائي أمل حزب الله فوق؟ وخلينا نفترض أنه هيدا هو الوضع، وجمعوا حزب الشيوعي بليحته مع التيار العوني والتيار المستقبل بليحة واحدة. ما بعرف إذا ليحة الأستاذ أحمد الأسعد رح تقدر تفوت معهم أو لا، بس خلينا نفترض كمان قدروا فوتوا حدا معه، شو صار عندك؟ صار عندك ليحة واحدة، بعتذر على التعبير بزق لزق، يعني جبنا أشخاص وحطيناهم بليحة بهدف أنه نصيب 9.1% اللي هو الخرق. أول شغلة أساسية أقل كل واحد منهم رح يعتبر حاله رفعة، إلا اللي بيخرق في حال قدر خرق. لكن في نقطة أساسية واللي هاي أنا مؤمن فيها، اعتبري لحط أرقام هيك إنه حزب الشيوعي بيقدر يجيب تنقول 10,000 صوت، والمستقبل والعونية تنقول كمان 10,000 صوت، بس يتحدوا ما رح يجيبوا لك 20,000 صوت، لأنه في ناس من هون ما بيقبلوا يصوتوا لهديك الليحة، وفي ناس من هديك يمكن ما يكونوا قبلينين يصوتوا لهم فبيجيبوا أقل من 20,000. رح أمشي بعد معك أكتر، اعتبري توحدوا، حطينا الأسامي والأسامي موجودين يعني على الإنترنت، مين اللي رح يخرق؟ عندك يعني هي المتوقع الخرق مثل الخاصر الرخوة. نعم. الموقع الأرثوذكسي. نعم. الموقع السني. نعم. والموقع الدرزي. أوكي. وبدي زيد عليها موقع شيعي لسبب بسيط كتير، في حال قدروا أمل حزب الله عرفوا أنه بدون ينخرقوا وقدروا جيروا أصوات تفضيلية بشكل ما تيدعموا الأقليات اللي عندهم، بتصير الخاصرة الضعيفة، إذا ما نقول خاصرة ضعيفة، موقع شيعي ما بالليحة، اللي الأرجح يقال هو معد بالنبطية المرشح الجديد اللي إجا، بس كمان كلهم على خطر. إيه ومين رح يخرقوا مقبيلة من تاني ميل كأسامي بهالتوحيد؟ حتى نشوف إذا توحدوا الشيوعي والتيار الوطني المستقبل بده أستاذ عماد الخطيب، والتيار الوطني بده الأستاذ شادي مسعد، ومن فوق بالليحة كمان في البقوة مرشحين مقربين بشكل أو بآخر، يا من التيار يا من الشيوعي يا من البقوة. شو منكون عملنا؟ خرقنا بواحد. إذا قلتي مزبوط أستاذ شادي مسعد، يعني فوق شو الإنجاز معارض؟ حاولي عم نتكل نروج منهم 10% ينزلوا يصوتوا باعتبار أنه الحافز 9.1%. هذه أول نقطة. تاني نقطة، في حوالي 650,000 إذا ماني غلطان شاب وصبية تخطوا 21 سنة، بينيتهم جزء لا يستهان به بالمنطقة تحت من الناخبين، كمان هدولي رح يجوا يعملوا عامل إضافي. طب وين عم بيشتغلوا وين عايشين هالشباب وصبايا؟ ببيروت. هل ممكن تقطع هالانتخابات وما يكون في شيء مثيلي بالتحرك المدني اللي عم بيصير بيروت إلهم بالنبطية أو إلهم بعكار؟ بس عم نحكي عن النبطية لأنه مسيبي أنا من تحت. وإذا إلهم هل ممكن يتفرجوا عليها من بيروت ويشوفوا الحماس عم بيصير بيروت ويقولوا أنا ما بدي أطلع صوت فوق؟ هذا سؤال يطرح. على الحالتين نحن واجبتنا نجاري بنعطيهم البديل، ومن ثم هن واجبتهم يطلعوا يصوتوا. طيب يعني أنت اليوم معتبر أن هذه الانتخابات هي فعلا مدخل لتعمل وجه جديد لخلق حالة اعتراض فعلية بوجه الطبقة السياسية الحاكمة، على خلاف
غير الباقيين اللي بينظروا أنه بيتغير إشي هيك بس بالشكل وليس أكثر. مزبوط. نحن بنحكي عن المواطنة ونحن بدنا نقدر بال15 دايرة الموجودين، بس قول نحن كمواطنون قررنا ننزل على شارع بالشارع السياسي تكون دقيق مش بالمظاهرات، وناخد بزمام الأمور وقت اللي حسينا أنه التركيب السياسي عم تخزلنا، وقررنا ننزل نترشح بالديمقراطية الموجودة بالتعددية الموجودة بيناتنا، ونرجع نطلع نقول بدنا نوصل إن شاء الله 10 نواب على البرلمان. 10 نواب على البرلمان هن مجلس دستوري وهن لجنة نيابية في حال بدهم يطلعوا قانون، وهيدي ما بيقدروا يشيلوا الزير من البير، ولكن بيقدروا يراقبوا ويشوفوا عن المواطن بولاء للمواطن إنه اللي عم بيتم مش عم تنشيل السجادة من تحت إجرين المواطن على الفاضي، لا عم بتراقب وعم بتعلي صوته وعم بتقول وين الغلط وين الحق. طيب اليوم أنت بدك تكون صوت الناخب الجنوبي بالبرلمان إذا صرنا يعني وفزنا بالانتخابات، ماذا يريد اليوم الناخب الجنوبي؟ الجنوب من بعد التحرير صرنا سنوات طويلة نفس السيطرة السياسية، شو تغير اليوم بالواقع؟ مشاكل الجنوب إلى مزيد من التفاقم، كيف بدك تحسن الوضع؟ يعني اليوم من أي ملفات بتحب تبلش؟ بتبلش بالملف الاجتماعي، المعيشة، نسبة الفقر، ازدياد البطالة، مطالب الشباب، شو بتحكي مع هذه الطبقة من الناس؟ وفيك تضلك تسمي مليون شغل زيادة، الصحة، الشيخوخة، المرأة، البيئة، يعني ما فيك تقول هون الجنوب بهالقصص هيك مثل ابن بيروت أو مثل ابن الشمال أو مثل ابن المتن، لأنه بجنوب واضح في عندك نسب جدا متدنية بكتير قطاعات. لكي رح ارجع اكون كمان شمولي بالخبرية، ليش؟ لانه بالاخر صحيح انا بخصني جنوب بخصني تحت، واكيد في مناطق تحت فيها امور مثل ما قلتي متدنية اكتر من بيروت، ولكن اذا بتعدليها كلها على بعضها كلها بتوصل لنفس المعدل بلبنان كله. بس خلينا نرجع نرك على جنوب. نحن اللي بقدر اكد لك اياه انه اللبناني بالمطلق وكان جنوبي أو بيروتي أو هيدا ما بينقصوا أي نوع كفاءة، عنا أدمغة رائعة بناءة، قلبة طيب، تعرف وين مصلحة البلد، بتقدم يعني برمت بالاغتراب وسأبني فرصة نشتغل بكتير بلدان، ما لقيت مغترب عن بلده بيحب بلده مثل ما اللبناني بيحب لبنان، وعم بيبرع برا وبيجي على لبنان بينكسر قلبه عليه. ما نقصنا حلول. عدنا اخر مره كنا قاعدين مع الشباب والصبايا وعم نعمل برنامج انتخابي، اذا بدنا نفوت بالتقنيات ما في قصه الا ما عندها حل تقني بحل لك المشكله ضمن 4-5 سنين، اكان قضيه الزباله او الكهرباء او المي او كل هالمشاكل الاساسيه اللي تقنيا حلها موجود والابتكار اللبناني لحلها. المشكل ما بقى هون، المشكل صار ليش ما عم بيختار هالحل، ليه بالجو العام جنوب أو لبنان ما عم بيجي هالحلول، ما في هالجو الثقة الموجود، لأنه اللي قاعد بموقع السياسي اليوم بده يدخل الصفقات قبل الحل، واضحة الخبرية. فوقت بدك تدخل الصفقات قبل الحل، صاحب التقنية والابتكار بيعرف أنه بدل ما تكون سعره دولار صار سعره 4 دولارات وشايف 3 دولارات وين رايحين من وشمال، بيبطل يقدر يشتغل وبيصيروا العصب الدولي ومين بيقدر يطلع مصاري أكتر من التاني، فخلق جو قلة ثقة. أنا تقديري المواطن اللبناني اليوم بده يواجه خيار ثقة، بده يجيره يا لشيء قديم يا لبرنامج شباب جديد، يرجعوا يردوا القرار باختيار الحل المزبوط لأصحابه بلولائه للمواطن. لأنه بعطيك حل هلأ، مثلا حل تصريف الزراعة أو حل السياحة البيئية عنا بحصبية بجنوب، ليه ما عم بيطلع حدا لفوق؟ فيك تطلعي تفتحي شركة فوق سياحة حلوة أو منتزه شيء حلو بلا ما يكون عندك شركة، وشركة بيضربوا لك الأسعار بعشرة وبيسيسوا لك إياها منهم بيطلعوا لك. خي مواطن بده يطلع لفوق يفتح محل شاليات تيعمل هايكينج على الجبل، ليه ما بيقدر يعملها؟ ليه مش عم بيعملها؟ هو السؤال الأساسي، ليه مش عم بيعملها؟ طبيعي، لأنه ما بيقدر يعمل حركة اقتصادية فوق بلا ما يكون في له شريك مخفي بالخبرية كلها سوا، وكلهم يتهموا فيها، كل زعيم موجود على كرسي فوق يتهم فيها، لأنه هو اللي بده يعرق الأكان تيستفيد منها دايركتلي أو تيستفيد منها غير محل، يعني مشيلة شغلة تمشيلة شغلة تانية. فالمواطن
بظن كل هالحراك المدني واللي عم يطلب منه من المواطنين هو كسر هالاحتكار بالصفقات وخلق نية جديدة بالبرلمان يكون ولاء للمواطن. طيب بس هلأ عندك كمان صناعات بمنطقة الجنوب اليوم كمان ايه بتشوفها ميتة. ايه اكيد. ليه؟ اكيد نفس القصة. عندك الزيتون، الزيت، ايه الفخار. ايه من اطيب زيتون بالعالم. ليش مش عم بيقدروا يصرفوه؟ انا ما في اي حجه منطقيه. بدي اطلع خارج المنطقه تعطيكي حجه مش عم تشتغلي، بدي اعطيكي خارج المنطقه تقول لك ليش. بعد عنا يمكن معمل او معملين فخار برشية، الفخار بيشتغلوا على الايد، صناعه بتعقي، طلعت فرجت عليهم بجننوا. طب شيء بيوجع القلب انه ما يكون عندك شيء 20 معمل فخار فوق. ليش؟ ما هو ايه ليه؟ انا شو بدي لك؟ ما عندي سبب منطقي اقدر اعطيك اياه. بصير بدي فوت بقصه الصفقات وانا ماني فايت بقصه الصفقات. كان في معمل برشايا الفخار بسموها الفخورة. ايه؟ هيدا للفخار بيعملوا المحصورة بس ممنو شغال يعني، بس في البطونات بعدهم موجودين فيه. لا في ست رح عملها دعاية، في ست من بيت وهبة فوق وبتمنى كل واحد يطلع رشايا الفخار يقطع يشوفها لأنه عم تعملون على إيدها بعدها. وطلعت لعندها جبت البريق المسحور اللي إذا عبيتي مفخوط من تحت ومفخوط من فوق مزيد. بس تعبيه مي بيضل المي بقلبه. طب اليوم بجنوب غير على الصعيد التربوي، بس أنت عم بتقول أنه هالشباب كلها موجودة ببيروت. صحيح. أنت بالوقت يلي أنت ما يعني إذا بدنا نقول ما حدا عمل شيء للجنوب، هالشباب يبقوا بأرض جنوب. صحيح. يعني مدارس محدودة. صحيح. جامعات ما في جامعات. صحيح. وكمان شغل ما في. صحيح. يعني اليوم عندك أزمة لدى هالشباب يلي هولي موجودين ببيروت، كيف بدك تقنعهم أنه يرجعوا على جنوب للتجذر بأرض الجنوب؟ هي 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 بتبلش الأول شيء بالقرارات وبالليدرشيب باي اكزامبل، بانك تاخدي تبلشي انت بالمبادره تحت الباقي يطلعوا. اول شغله وقت اللي بيكون عندهم بالتصويت تبعهم تمثيل خارج اطار التمثيل الدويم اللي تركتهم له، هي وعم برجع عليها لانه هي جوهريه. معلش ولو اصرت عليه وهلا برجع بطلع الموضوع. اذا رجعنا صوتنا لنفس الاشخاص اليوم رح نرجع نعيد 4 سنين لقدام، 9 سنين اللي قطعوا، والتسع سنين اللي قطعوا وصلونا لوضع ما في حدا مواطن لبناني فيه المنطق بده يقول مزبوط. فوقت اللي بتخلق حالة تنافسية للسياسات البديلة، وهلأ بحكيكي عن السياسات البديلة. نحن اليوم بلبنان بس يحكي واحد سياسي يا بيكون عم بيحكي الطائفية يا بيحكي الإيديولوجية يا مع سلاح، يعني السياسات اللي فيها جدل بيزنطي ما بيخلص من 4 سنين أو 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 حملة انتخابية واحد، يعني 4 سنين برلمانية. هؤلاء موجودين وصلون سنين، ولكن اللي عم بيصير كل السياسات الأخرى اللي لها علاقة بتصريف الاقتصاد والزراعة والتنمية والسياحة البيئية والسياحة الدينية والسياحة شو بعرفني اللي بدك الرياضية، كلهم هؤلاء يهملوا. ما في مخطط موجود لأي تنمية من هالنوع للمنطقة اللي فوق. ليش؟ لأنه ما حد عم بيسأل عليهم، ما حدا عم بيسأل عن هالسياسات، وما عم بيجي أي لايحة بتجي بتقول أو أي نائب بيجي بيقول أنا بدي صب جهدي على هدول. نحن عم نجي منقول كحراك إنه في أمور فينا نقعد نتشارع عليها 6 ساعات ويمكن يكون معه حق ويمكن ما يكون معه حق الواحد، بس بغض النظر عن مسؤولياتنا تجاه هالأمور نحن لازم يكون عنا مسؤولية أخرى اللي هي إعادة خلق جو ثقة ترويجي للمنطقة فوق، خلق اقتصاد أو حافز لاقتصاد أحلى بالمنطقة فوق. هيدا يهمل، هيدا يهمل اولا بصوت الناخب، لانه الناخب اللي بيطلع السياسه واللي بيشجع السياسي يطلع اللي بده يرد له صوره طموحاته للمنطقه. نحن عم نيجي نقول انه نحن رح نشتغل على هالمواضيع، هالمواضيع الانمائيه الانسانيه اللي فوق، رح نطلب انه يكون في جامعه فوق، رح نمشي ورا المستشفيات نتاكد انه المستشفيات عم بينعطى ستريكت مينيموم المواطن إذا فات لجوا ما يطلع معه مرض أضرب من المرض اللي فات فيه. تحت لي قصة الجامعة اللبنانية، لازم يكون في جامعة لبنانية بالمنطقة فوق تحت لي يقدروا يطلعوا ويشتغلوا. ما في أحلى من الجامعات ترجع بتروج لك الاقتصاد. فبس نجيب هالملفات ونحطهم على الطاولة ويكون في حدا عم بيشرع لأنه هالأمور تشتغل، ساعتها بتبلش تمشي عندك بالمنطقة. بس كيف برأيك بده يوصل حدا لفوق إذا كل اللي عم نحكي عليه هو خارج إطار هالسياسات، وكل اللي عم نصوت لهم خارج إطار هالسياسات، وكل اللي عم بيقدموا ترشيحهم خارج إطار هالسياسات، وإذا حكيوا عن هالمواضيع ما قادرين نحسبهم. خلينا نفوت هيدا بالملف الاجتماعي بالسياسة. أي خطاب سياسي، أي قضايا رح تحطها بالأولوية؟
يعني اليوم انت بنظام سياسي واضح بلبنان، ماشيين على اتفاق الطائف، اليوم عنا دستور عنا قوانين، ولكن بالممارسات عم بيكون في عنا انتكاسات بالديمقراطية بتجاوز الدستور والقوانين، يعني وانت عبعدك عم تلمسها بكل الشأن الاجتماعي. موقفك من طريقة معالجة هذا الموضوع، كيف بدها تكون المحاسبة؟ لك في نوعين محاسبة بالمطلق، في عندك محاسبة القضائية وفي عندك محاسبة الشرعية أو إذا بدك الليجيتيم، يعني الليجال الليجيتيم. أي مواطن عم بيكسر القانون في الليجال بيعالجه، وهون من أحد أمور الأساسية ببرنامجنا هو استقلالية القضاء والتحفيز على أنه القضاء يكون غير مسيس. هذه ما رح تصير بين ليلة وضحاها، ولكن وقت اللي بتسلط الضوء على الأخطاء اللي بيصيروا بالآخر الشعبية والناس بتصير تنتبه لها الأمور. والأمور اللي قال هي بالتمثيل الصحيح، وهون نقطة كمان أساسية نحن عنا إياها كمستقلين ما عندهم إياها بقوا الأحزاب. المستقل بالآخر وليقه للمواطن ولا الناس اللي عم بيشتغل معه، عكس الأحزاب التقليدية اللي عندها زعيم بالآخر هو ببت أمحة أو شعيرة أو فلان أو فليتاني. إذا نحن جينا بهالأربع سنين واشتغلنا بخط سياسي معين لإنماء أو لوضع البلد بإطار بيعكس المواطن، صح؟ وخزلنا بهالأربع سنين، بعد أربع سنين المواطن ما بيصوت لنا. ولكن مقابلة إذا إجا أي متحزب وقرر ينزل بالانتخابات واشتغل وبعد أربع سنين لبى طموحات زعيمه وما لبى طموحات المواطن، مزبوط؟ بعد أربع سنين إذا رجع نزلوا الحزب هل بينتخبوا؟ هيدي شفتي هون حطيتي إصبعك على الجرح، هي كل خبري هي على ثلاث أربع دورات وقت بتقرري إنه ما بدي أرجع انتخبه بتفرض الدنيا كلها ثلاث دورات انتخابية. بس أنت بتحس اليوم من بعد التجارب انه في عنا يعني اذا بدنا نقول في عنا ارضيه لهالمجتمع اللبناني يقدر يغير بسرعه ويقول لا ما بدي ارجع صوت له؟ ما بتحس انه هو عنده ارتباطات عائليه حزبيه؟ كيف بده يطلع منها؟ ليه ما رح يعملوها؟ بدهم يخافوا يعملوها بشكل او باخر. وقت الوقت تيجي بتحطي انه انا بدي شيلك من هون بدي اقول لك لا انا ما رح شيل انا بي إيه. فاكيد ما رح تكون دورة انتخابية واحدة، أنا برأيي رح تكون بثلاث دورات، دورتين أو ثلاثة، في مثابرة للمواطن بدها تصير. ما تنسي بال2008 كنا عم نتصارع 14/8، 2013 مددوا أول مرة، و2012 مددوا عملنا تمديد ثلاث مرات يمكن 2012 و2013. من وراء بلش المواطن يفرز، وهذا شيء كتير طبيعي، حراك مدني ما بقى عم بيصدق الجماعة اللي عم بيمثلوه. اضطروا يعملوا كمان جوات الحراك المدني اليوم، انه قد ما في حراك مدني ما بقى بيكون في برامج كلها مثل بعضها. بحلك كيف بدك تقدر انت تخرق مع تشتت هذا الحراك؟ لكن في البرامج اذا بتحكيهم كلهم بالخطوط العريضه كلها بتشبه بعض. بس انا عندي نقطه بدي اوضحها دائما للمواطن هون، الحراك منه حزب، ما فينا نوقف بمنطق كنا بحزب ونتفرج على الحراك. الحراك هو مواطن ضمن منظومه الدوله اللبنانيه، المتحزب هو مواطن قاعد بقلب حزب معين. يعني الحراك في عين يكون عندك 12,000 سياسي من الشيوعي لليساري لليمين للليبرالي للكابيتال للمتدين وغير المتدين، هدول الناس عم تتحرك اسمه الحراك. ما فينا نشوفهم بشكل استركتور معين، انه ايه كتير طبيعي اذا بدك توحدي الحراك مثل ما اني عم تقولي انت اليوم انه القوات وامل يتوحدوا لانه تيمشي البلد مش معقول، لانه بده يضل في تنافس سياسي ما معين، عرفتي؟ فايه طبيعي هالشيء، ولكن المقصد من وراه هو يخلق تنافس ايجابي، لانه شغله الاحزاب بالاخر تجلس مسارها وتصلح البلد اكثر من انه الحراك او المواطن يطلع. الحراك او المواطن هو بيضة قبين بهيدا التنافس. كيف بدنا نلاقي حل الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها؟ يعني اليوم عم نلاحظ الموازنة عم تنبحث، عجز كبير عم الشارف انهيار بيحكوا فيه، عم نروح على مؤتمرات دولية لمزيد من الاستدانة. هل بتعتبر اليوم كل هيدا معالجة الملف الاقتصادي صائب؟ شغلتين، الاقتصاد ينبنى على الثقة وعلى الدورة المالية. على الثقة انه وقت اللي عم تصرف المصاري عم بيجيك اللي عم بيطلع من وراها، وعلى الدورة المالية انه عم بتبرم مش رايحة باتجاه واحد او عم تنضخ من محل واحد، هاو اثنين منفقدلهم. تقنيات الاقتصاد بظن اللبناني كتاجر وكرجل اقتصاد وكمواطن عنا الحلول، لنقصنا هي الثقة.
ما في ثقة أنه هالدولة رح تخدنا إلى بر الأمان الاقتصادي. ولإعادة هالثقة هو دائما ببلش بالمداورة، والمداورة بتبلش بالتصويت، والتصويت بتبلش بالتغيير. يعني اليوم بدنا نرجع نفرج لأصحاب القرارات أنه إذا ما رح تقدروا تصلحوا الوضع في بديل، بديل مش تيجي ياخد محلكم، بديل تياخد البلد من محل ما هو لمحل أفضل، لأنه ما عم بيمشي حالكم بالطريقة اللي عم تعالجوا بعض، بالمواضيع اللي فيتين عليها ما عم بيمشي الحال، وهي هالصرخة. حتى بملفات اجتماعية وبقضايا، تناخد قضايا المرأة اليوم، هل بتعتبر اليوم بالقوانين الصادرة حتى بأنه الانتخابية اللي أسقط الكتلة النسائية، وضع المرأة اليوم شو؟ وضع المرأة أنا من اللي بيؤمنوا أنه لقدر لازم نوصل لكونسبت اسمه gender blindness، يعني ما يعود في تمييز جندري، يصير الواحد عم بيتعاطى من دماغ لدماغ، مش عم بيتعاطى من شكل لشكل. طبعا هيدا بيتطلب تحرك على كذا صعيد، ما بيبلش بس بقصة وينينو كوتا، رغم أنه أنا مع الكوتا وهلأ بليك ليش. بيبلش أول شيء بتثقيف، تثقيف في رجال عندهم الذكورية وفي نسوان عندهم عقل ذكوري، وهذا المجتمع بالآخر الرجال مرة بتربيه ورجال بيربيه. فبالمطلق أنه بده يبلش التثقيف بالمدارس بالبيوت وبكل شيء له علاقة بالتوعية، حتى لي نبلش نميز أنه مش أنه أنت شاطر صبي برافو عليك وأنت ما بتقدري قاعدة بالبيت لأنه أنت صبية. النقطة فإذا التثقيف شيء أساسي. تاني واحدة هي العقاب، أكيد ليش بده يكون في جمعيات بتحمي المرأة؟ ليش ما الدولة بتحميها؟ ليه أو مش بس المرأة، الضعيف أكين الكبير بالعمر أو الولد أو المرأة بهالحالة باعتبار أنه فيزيكلي منا أجريسيف أو منا قاسي منا قوية، يقدر يحمي الضعيف. في مسار القانوني، وآخر شيء أول شيء التثقيف، تاني شيء العقاب، وثالث شيء بما يتعلق بالكوتا أنا مع لسبب بسيط، تحت لي تعمل تريجر تقدر تفوت وتفرجي انه هالمرة بتقدر توصل، مثل ما اليوم عم نعمل نوع من تريجر فتيلي انه اذا فات المجتمع المدني رح يصير في تغيير، رح يحسوا بس. وهذا شيء كتير ضروري. بعد الانتخابات رح يكون عندنا بحث بالاستراتيجية الدفاعية بحسب ما قال رئيس الجمهورية، مفهومك لهالاستراتيجية خاصة نحن منطقة جنوبية حساسة على الحدود مع اسرائيل، كيف بتشوف اليوم يمكن تطبيق الاستراتيجية الدفاعية؟ الخطاب رئيس الجمهورية بالقسم كان كتير واضح انه بده اهم شيء عنده اياه هو انه يقوي جيش لبنان وياخد كل المهمات، ولكن بنفس الوقت ما رح يقل عن المقاومة ولا عن غير انواع في حال العدوان الاسرائيلي. بهالاطار العسكر ما في اشطر منهم، اكانوا بالدولة ضباط يعني او من اللي عم بيقاتلوا بحزب الله، انه يحطوا مخطط ما تيقدروا يشوفوا كيف نقدر نوصل لدولة قوية. ما بظن في مقاومة بالعالم معمولة لتزول، مثل ما انه ما في مقاطعة انتخابات معمولة لتبقى قايمين، ما في مقاومة معمولة لتبقى ابديا الا ما في محل يبدا تربح والارجح تربح مثل ما عم بيصير هلا وبعدين ترتاح. وما في مثل ما كنا نقاطع الانتخابات، ما انه معمول انتخابات تضلك تقاطعي كل حياتك، انت بتقاطعي حتى تعمل انتخابات احسن. طيب تربيا مثل ما كل شغلة معمولة بالآخر لترتاح وتريح، في خطة معينة بيعملوها ضباط بين بعضون بنضج وطني وبثقة متبادلة بين الكل أنه نحن أهل بلد واحد. مشاريع القوانين يلي حطتها براسك أول ما توصل على ساحة النجمة بدك تطرحها، إيه؟ شو هن؟ حطيتهم أطلع لك ورقة يلي بعد من الحديث هلا الطبقة السياسية الحاكمة ما قربت لي. لكن ما في قانون بالطبقة السياسية ما قربت لي بالحكي، قربت علي بالحكي أو نزعته ما عندك شيء حال صحيح. أول شيء أهم شغلة هي إعفاء النائب من صلاحياته الخدمية بهدف إعادة دوره التشريعي ومراقبة الحكومة. يعني هذه أبسط الأمور. اليوم أنا مع لا مركزية الإدارية للبلديات تحت البلدية تزفت الطريق بدون جميلة النائب، والنائب بده يخلق الجو التشريعي تحت هالبلدية تشتغل مظبوط ويراقب أداء الحكومة. عم بترد النائب يعني عم بتشيله من صفته الخدماتية. أكيد أصلا القانون هيدا نسبة بجنن لأنه عملها هيك. قبل كان المواطن يصوت لفلين لأنه وظف له ابنه ويشطب فلين لأنه ما عمل له كذا، هلأ مجبور يصوت لبرنامج انتخابي
بيعكس صورته وطموحه كمواطن. في نقل نوعي، مش هيك في شويه ضياع بالقانون، فطالما ماشي هالموجه راكبين عليه. اي قانون بيشتغل وبيشجع الشفافيه بالدوله لموظفينا نحن معه، لانه بالاخر محاربه الفساد بيرد بيعكسها الشفافيه. يعني انت بدك تحارب الفساد ب من ميلة معاقبه من يفسد، وبتاني ميلة تشجيع الشفافيه. عندك لسه طويله، لسه طويله، ايه بدنا ننزل فيهم. لا اخذنا منه، خلينا نقول اخر بعد معنا دقيقه من الوقت. قبل ايام من مهله سحب الترشيحات، ترشحك هل هو خاضع للمساومه، قابل للانسحاب، ام انه مستمر؟ اوكي، هذا قبل كلمتك الاخيره. صح، خاضع للمساومه اذا النتيجه تبع هالمساومه بتعطي صوره بتعكس اللي نحن عم نطمح نعطيها. الانسحاب والاستمرار دائما موجودين، وما بيتبتوا الا 26 آذار الساعة 11:59 بالليل. المرشح عن المقعد الأرثوذكسي لدائرة الجنوب الثالثة المهندس فادي أبو جمرة، كلمتك الأخيرة للناخب الجنوبي، شو بتقله اليوم؟ نزال صوت، تعذب هنهار الأحد، طلع كون حر 4 ثواني ورا الستار، بتكون حر لأربع سنين لقدام. هيدي أخذها من حدا بوقتها كانت بمحله. والأهم بالخبرية كلها، صوت صوت ورقة بيضة، صوت للي بيعكسك، ما تصوت انكية، طلع صوت صوت صوت. المرشح عن المقعد الأرثوذكسي عن دائرة الجنوب الثالثة المهندس فادي أبو جمرة، بدي أشكرك على حضورك كتير إلى صوت لبنان وعلى هذه الحلقة من مانشات المساء. بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من مانشات المساء. أشكر ضيفي مجددا المرشح فادي أبو جمرة، وإن شاء الله تكون الأيام منيحة معك، وإن شاء الله نكون كسبنا صوتك فوق لأنه أنت من المنطقة. بس فيك ما تجاوبي، هاي سرية، هاي فيك. وفينا كمان ما رح نجاوب. لا لا لا، رح نكفي الشكر للزميلة كارول كرم وللمخرج بيير جامو. دعاء خمسي فرح كانت معكم من وراء الميكروفون، شكرا للمتابعة.